للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل المشاهدين. أهلا بيك. الجمهور المستهدف اللي احنا لسه شايفينه في التقرير اللي فات من مبادرة كتف في كتف هم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. مين هم الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا؟ في الحقيقة من خلال مبادرة كتف في كتف، إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، واللي إحنا بننطلق من توزيع 4 مليون مساعدة إنسانية وغذائية اللي بنستهدف فيها أهلينا من الأسر الأولى بالرعاية زي ما حضرتك ذكرت، واللي عندهم احتياج لتقديم المساعدات الغذائية اللي إحنا بنشتغل عليهم، واللي إحنا بقالنا فترة كبيرة من دراسة الواقع ونزول وعمل أبحاث تحديد الأسر واحتياجاتهم وايه نوع المساعده المناسبه للاحتياج اللي هم بيتطلبوه، واللي احنا النهارده جايين نوصل لهم رساله مش بس ان احنا بنوزع 4 مليون مساعده وكرتونه غذائيه وعدد من الوجبات الغذائيه الساخنه اللي بنوزعها، احنا كمان بنوصل لهم في الحقيقه رساله امل ونقول لهم طبعا احنا الشعب المصري قدرنا في كل الظروف الصعبه ان احنا نتخطاها بان احنا كتفنا بيبقى في كتف بعض، فاحنا بنوصل له رساله امل وبنقول له احنا كتفنا في كتفك. هو الحقيقه الزغروطه اللي احنا سمعناها من شويه من سيده في الأزمة اللي احنا عايشين فيها، الأزمة الاقتصادية العالمية دي في حد ذاتها رسالة، ده أثر كبير من المبادرة على الأرض. ده حقيقي، ودي اللي كنا عايزين نوصلها النهاردة، مش بس وأنا بوصل الكرتونة غذائية، أنا بوصل له بقول له ما تقلقش احنا كتفنا في كتف بعض، كمان بوصل رسالة لجموع الشعب وخصوصا الشباب، وبندي فرص للتطوع وده ركن من اركان الدوله المصريه دلوقتي بتولي له ملف واهتمام كبير جدا. بنشوف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات والزيارات والافتتاحات اللي بيمر بيها بيتوقف عند المتطوعين وبيشكرهم على دورهم وبيشكرهم طبعا على ادائهم طبعا حقيقي، واحنا بنقول لهم رسالتنا النهارده احنا كتفنا في كتف بعض، هنقدر نقدم خدمه لمجتمعنا ولناسنا ولاهلنا، نقدر من خلالها نساعد الناس اللي محتاجين حوالينا، نقدر نغير وجه الالم والحزن والتعب الى وجه سعاده وفرحه وسرور. والله يعني احنا بننتهز هذه الفرصه ان احنا نوجه لفريق المتطوعين، هو الاقدم الاكبر والاضخم على الاطلاق في هذه المبادره، بنوجه له رساله شكر. ولكن شهادة التقدير الحقيقية اللي هم بيتلقوها هي فرحة الناس في الشارع. ده حقيقي وده فرحتنا، الفرحة الحقيقية بنشوفها وبنلمسها من الناس لما بنشوفهم. النهاردة احنا بنتكلم 4 مليون مساعدة إنسانية، دي أكبر حملة للتكافل الاجتماعي اللي يمكن مرينا بيها في مصر وعلى مستوى العالم، فكرة 4 مليون مساندة ومساعدة وكرتونة غذائية بتتوزع طبعا للأسر الأولى بالرعاية، لما بنشوف فرحة الناس دي واحنا بنسلمهم الكرتونة بتسمع دعائهم، بتسمع شعورهم بأن في حد حاسس بيهم، شعورهم بأن في حد بيطبطب على قلبهم كده وبيقول له ما تقلقش احنا صحيح مع بعض هنقدر نعدي الازمه، دي حقيقه الفرحه الحقيقيه لكل متطوع مشارك النهارده من 50,000 متطوع، وده العدد الاكبر في مبادره صحيح في مبادره كتف في كتف النهارده، يشعر بسعاده وفرحه الناس لما بنوصل لهم المساعده الغذائيه، هي ده اكبر جزاء ممكن المتطوع بيلمسه وبيشوفه وبيحس بيه. طبعا المبادره يا استاذ محمد لحد دلوقتي قامت بتقديم 4 مليون كرتونه للمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، لكن بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، ليه؟ يمكن شوية محافظات الحدودية كان ليها نصيب في تحركاتنا وفي قوافلنا وفي تفاعلاتنا دايما، لظن الناس ان بعد المحافظات الحدودية بيؤدي الى بعد الخدمة اللي ممكن الناس تتقدمها للمواطنين. فالحقيقة كانت صناع الحياة من المؤسسات بالشراكة مع مؤسسات التحالف الوطني بنشتغل عليها، يمكن احنا كنا لسه في قافلة في حلايب وشلاتين، منها قافلة للوادي الجديد وكان قافلة لأهالينا في سيناء، فبنشتغل على المحافظات الحدودية واللي ليها نصيب واهتمام كبير جدا من المؤسسات العاملة في التحالف الوطني لتقديم الخدمات، يمكن شوية لظن الناس ان لا المحافظات الحدودية بعيدة عن تقديم الخدمة، ولكن بالعكس هي لها نصيب من نصيب كل المحافظات، مش بس لها نصيب ده لها الأولوية كمان. بالظبط ده حقيقي، هو ده اللي بنشتغل عليه في تعاملنا في مؤسسات التحالف الوطني. يعني الحقيقه واحنا بنطلع على اهداف مبادره كتف في كتف في هدف مهم جدا وهو المساهمه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. يعني ايه مفهوم التنميه المستدامه لو عايزين نبسطه للناس؟ ويمكن خلينا نقول اهداف التنميه المستدامه هي كانت الوازع اللي خلانا نطلق فكره التحالف الوطني، وان احنا تقدر 33 مؤسسه من اكبر المؤسسات التنمويه اللي تجتمع عليها، واللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني شارك في اطلاق تحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي في
مارس 2022، واللي اتفقنا علينا كلها ان في حال تجمع مؤسسات المجتمع المدني وتشابكها لتقديم الخدمات اللي بنشتغل عليها، سواء الاهداف ده هي كانت متعلقه بالامن الغذائي او كانت متعلقه بالتنميه المستدامه او كانت متعلقه بتنميه الانسان، وده الهدف الاكبر. يمكن الناس دلوقتي احنا بنحتفل باطلاق مبادره كتف في كتف للمساعده في تقديم الخدمات في الامن الغذائي والحمايه المجتمعيه والتكافل الاجتماعي، ولكن الحقيقه هو هدف وسر ونقدر نقول الهدف الاكبر والاستراتيجي الاكبر هو بناء الانسان اللي بنشتغل عليه. بناء الانسان ده بينطلق من اهداف التنميه المستدامه في عده مجالات، سواء تمكينه اقتصاديا او تمكينه تعليميا او تمكينه مجتمعيا، سواء تمكين المراه او تمكين الطفل. هي دي كلها ملفات شموليه بنترنى عناصرها في مؤسسات التحالف الوطني اللي احنا بنشتغل عليها في انطلاقه من 2022، واللي بنسعد حقيقي ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اطلق هو عامل المجتمع المدني لتوفير مساحه اكبر للدعم للعمل التنموي وللتطوع ولتحقيق اهداف التنميه المستدامه في ظل الجمهوريه الجديده. انا بشكرك جدا استاذ محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.